جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يوجد عندي إبل أعيش في وسطها، وبعد الوضوء أسير عاري القدمين فأدوس بقدمي على بعض فضائلها، فهل عندما تقع قدمي عليها ينتقض الوضوء أو لا؟ جزاكم الله خيرا. لا ينتقض الوضوء، وروث الإبل طاهر، بل روث كل ما يؤكل لحمه، روث كل ما يؤكل لحمه وبوله طاهر والحمد لله. فإذا دست عليه فإنك دست على طاهر، وحتى لو قدرنا أنك دست على نجاسة فإن الوضوء لا ينتقض بذلك، وإنما يجب غسل النجاسة فقط. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.